عرفنا إن هو زمان المفاهيم كلها مجموعة متكونة من اسم ونوع، وعرفنا بلي هاد المجموعة فيها واحد القوة كتسمى قوة الارتداد. قوة الارتداد هي القوة التي تدعى إلى إرجاع الجسم إلى موضع التوازن الخارجي المستقر. دونك دير واحد التفكير في الشغل كما قريت في كتب البكالوريا، عرفنا بلي الشغل هو كاين البكالوريا بالنسبة للقوة الثالثة في الشغل هو القوة متجهة القوة سكالا المسافة. علاش؟ لأن في هذه الحالة بتكون قوة العلاقة، تكون عندي القوة مميزات ولا ثابتة مكتبدلش، بينما هنا حنا كنعرفو أن القوة الأرتداد مكتبدل. دونك في هذه الحالة قوة الأرتداد بحالنا يعني إلى جرينا مسحنا الجسم في منحى إكس كتكون العكس، بينما إذا كان هنا في المنحى المعاكس لإكس كتكون في المنحى المعاكس ديالها، يعني أن إف تساوي ناقص كا إكس في، يعني قوة هاد القوة هادي غير ثابتة على القوة على قاس الزيادة. المثال ديال الشغل هو بالنسبة للقوة غير ثابتة هي شغل جذري إف كيسمى الانتجرال تكامل من أ نحو بي ديال إف ديال، حنا كنعرفو بلي هاد ديال يعني هاد المسافة ديال القطعة هي كتعلق بإكس، دونك ديال هي المسافة كتعلق بدي إكس، يعني شوية الانتقال هاد تيجي بلاصة بيزون. نعوضو هاد الشي نلقاو بلي إف هي ناقص كا إكس إي خد دي إكس إي هنا إي مع إي هنا راه بيناتهم سكالير، سكالير ديال نفس المنتجات كيعطي لهم واحد المتقلية هي ناقص كا إكس دي إكس كيما قريتو في الرياضيات كان عندي ناقص وقدر نقلب هاد لي بوان، يعني كانت هنا من أ لبي ناقص من بي نحو أ. دونك نديرو الانتيغرال هذا ثابت كما كنعرفو حنا إكس دي إكس في الرياضيات هي واحد على جوج إكس كار غيمشي من أ من بي نحو أ من بي نحو أقرب في لي بوان من هنا. دونك هنا واحد على جوج كار إكس أ كار ناقص إكس بي كار، كما كتعرفو الشغل يتعلق بموضع الانطلاق وموضع الوصول، موضع الانطلاق وموضع الوصول، هذه علاقة. بندوزو لواحد الطاقة كما كتعرفو هذاك الماضي باش كيتحرك راه عندو طاقة باش كيتحرك، دونك هذيك الطاقة لازم طاقة الوضع المالي، طاقة الوضع المالي في وضع افقي هي الطاقة التي تخزنها هذه المجموعة من جراء شوية الماضي، الماضي باش كيتشوف راه كيدير واحد الطاقة، دونك هاد الطاقة هادي هي واحد على جوج كا إكس كاري زائد كونفونت، هاد الكونفونت تحدد بالشروط البدئية، حنا غادي نختارو طاقة الوضع المالي المنعدم فاش إكس كيكون كيساوي زيرو، إلا كان هذا كيساوي زيرو هادي أصلا راه منعدم، زيرو هنا زيرو كونفونت كتساوي زيرو، دونك القيمة هي واحد على جوج كا إكس كاري، دونك حيتو كا واحد، دونك هذا التعبير بدلالة كما كنعرفو أن إكس هي إكس ناقص كوس يعني كاري هذا كاري كاري، يعني هنا تتعلق بالزمن. تعبير الطاقة الحرارية إلى الجسم، بما أن الجسم في حركة إزاحة فإن السرعة الجسمية سرعة من كتكون بالنسبة للمتكون السرعة ديال السرعة ديال المجموعة هي السرعة ديال ما كتكون فوق الجسم. نعرفو من فات قريتو أن الطاقة الحركية هي واحد على جوج أم في كار، حنا بما أننا عرفنا في الفقرة اللي سبقات أن في هي إكس بوان هي واحد على جوج إكس بوان كار، حتى هادي تكون التعبير بدلالة الزمن هي واحد على جوج أم في كاري، نعرفو أن في هي دي إكس هي مشتقة ولا دي اشتقاق ديال الحل ان كوس سي وهاد دو بي على التزاوج ديال كاس كوس كار، نرفع كل شي كاس اللي واحد على جوج
تربى على التزار القادر تبقى على إذا راح تساس واحد جامعة أمس واحد مش قارئ سام قارئ سيوس يعني تربى يعني هذا هو تربى السي تعب القانون إذا واحد فيها الغوص واحد فيها سيوس واخ هذا زوج طاقة ميكانيكية قام طاقة ميكانيكية ما كنعرفه أمي السيسة واحد إلى جوج أم في قارئ زائد واحد إلى جوج قارئ سقارئ زائد ونص ونص قام الطاقة الميكانيكية هي الطاقة الحركية زائد الطاقة الوضع المالي نقول أنا بالنسبة للأفق قام انحفاض الطاقة الطاقة كنحافظ منها كنحافظ يعني التغير ديالها كيساوي زيرو كاين بالنسبة لحالة احتكاكات عرفوا أن أم هي أب زائد إس أب في أي واحد على زوج إكس كاري زائد واحد على زوج أم في كاري زائد دونك نعوضو نعلم أن أب في أي واحد على زوج كاري إكس أم كاري إكس ماكس كاري كوس و إس هي واحد على زوج كاري إكس ماكس كاري سين دونك جمعناهم كيبان العامل المشترك هو واحد على زوج كاري إكس ماكس كاري كوس و كاري زائد سين و كاري كيبان واحد ناقص قليل واحد على زوج كا إكس ناقص كا كتابيتا إكس ناقص تابيتا إذا هاد الطاقة راها محافظة وفي نفس الوقت هاد الطاقة كتساوي واحد على زوج إن في ناقص كا صحو لي أو دابا تردو على مخططات الطاقة دونك حنا بما أن أو في أو فيها القوس يعني القوس في الوحدة الذاتية كيبدا يعني الطاقة حتى تكون مزيان أو هاد المناظر راه كتكتسب واحد الطاقة توضح مالين الطاقة الحركية كتكون معامل أنك تنقو بدون سرعة بالإيقاد اللي بالخضر هي طاقة الوضع واللي بالحمر هي الطاقة الحركية وهذا كما نعرفو هي الطاقة الميكانيكية كان هذا مخطط الطاقة بدرجة الزر اللي كيبدا من الفوق هو مخطط هو طاقة الوضع اللي كيبدا لأننا من تحت هي الطاقة الحركة الفوقانية هي الطاقة الوضع هي الطاقة الميكانيكية شلون التبادل هذا حد المكتف هو شيء هذا هو طاقة الوضع هي الطاقة الحركية ودي الطاقة طاقة الحركية قصور
x max كاري ناقص x كاري يساعد في التعويض في الوضع. النوم هذي هي كيبدا من يعني من قيمة قصوية اس سهلة غتشوف المولتيمتر الموضع تاعو اللي من زر يقف في او اللي عندها قيمة قصوى هي اس. هذا هو هاد النقطة هذي هي x max كاري. هاد النقطة هي x max كاري. بعد ما نحط الطاقة يمكن ندير الطاقة تصنع نقص في الفيزيكال. غنمشيو نديرو معادلة التفاضل ديال الطاقة من ثلاثة هي ام كتساوي اس وندير فيها الشق. ديرو التمرين التطبيقي رقم واحد. اعطقي المدة الزمنية لعشر تجذبات حرة القيمة 8.9. اوجد الدور. حنا كنعرفو بلي دبدبة وحدة دبدبة وحدة كدار في دورة. اذا هاد المدة شحال دار فيها من دور؟ نديرو الطريقة الجيولوجية ولا غنطبقو هاد العلاقة. الدور هو المدة الزمنية لعدد الدبدبات. المدة الزمنية على عدد الدبدبات تخص القصيرة شعود 8. واحسب قيمة كا ماينا كا. كنعرفو أن تي زيرو كتساوي دو بي جذر إم شق قيم. نرفعو كلشي كاريات ولي تي زيرو كاري كتساوي 4 بي كاري إم شق. بغينا كا هي 4 بي كاري إم إلى تي زيرو كاري. دونك سؤال: حدد منحى وشدة قوة الارتداد المطبقة من طرف النار. بغينا نعرفو المنحى والشدة ديال قوة الارتداد. هنا غنخدمو العلاقة المتجهة. كنعرفو بلي اف كتساوي ناقص كا فوا اكس حسب اي. اذا اكس هي اكس ماكس كوس دو بي على تي زيرو دي حسب اي. نفترضنا بلي في ايكالا زيرو. اذا غنعوض هذا دونك تزارو على زوج غتجينا تزارو مع تزارو وجوج مع زوج تقبل. إذا الكوس ديال بي كيما كنعرفو حنا كيساوي ناقص واحد ناقص مع ناقص عطينا زائد يعني كا إكس ماكس. يعني أن إف عندها نفس منحى إكس عندها نفس منحى إكس والشدة غنحسبو هي كا فوا إكس ماكس. إذا هنا عطاوني هنا قالك عين منحنيات ولا منحنى. كيما قلت درس دائما كنمشي لموضع التوازن المستقر. كنشوف اللي كيبدا من صفر اللي كيبدا من يمر اللي عنده الطاقه ديالو زيرو منعدمه في موضع التوازن هي طاقه الوضع المالي. اذا شكون هو المنحنى واحد هو او بي او. اذا كان هذا او بي او المنحنى الاخر كتكون هي او سي. وهذا بطبيعه الحال هي الطاقه الميكانيكيه. سؤال هنا: اوجد ميدانيا. واحد النصيحه غنصحكم فاش كتلقى هذا النوع ديال الأسئلة ضروري ما تخدم هذه. فاش تلقى حدد إكس حدد في عندما تكون هذه كتساوي هذه دائما خدم الطاقة الميكانيكية. الطاقة الميكانيكية أو بي أو زائد أس. إذا بغينا أو سي هي ثلاثة أو بي أو نحسبو ثلاثة زائد واحد هي أربعة. إذا أو بي أو هي أو أم على أربعة ثمانية على أربعة هي جوج ميلي جول جوج وغنديرو الإسقاط. إذا درنا الإسقاط الأفصول الأول هو 0.0 والأفصول الثاني غيكون ناقص 0.0 متر. أوجد قيمة شغل قوة الارتداد المطبقة. دونك كما كنعرفو أن شغل قوة الارتداد راه هو العكس ديال تغير طاقة الوضع. إذا هي أو بي أو في إكس أن ناقص أو بي أو في إكس دو. إذا كنت أنا غادي نمشي من إكس أن إكس دو إلا بغيت الشغل راه هو أو بي أو في إكس أن ناقص أو بي أو في إكس دو. أو بي أن في إكس أن يعني في هاد الأفصول هي جوج والأخرى هي جوج. إذا الطاقة هنا الشغل غيكون منعدم. فهمت؟
شوف استباق رقم جوج، استباق رقم جوج، السؤال الأول لاستغلال المنحنى التالية تجد الوسع الطور والطور. هنا كنعرفوا الوسع هو واحد القيمة من هي أعلى قيمة هي 4 سنتي، هي 4 سنتي. بالنسبة للطور الخاص هي هي 0.6 سوب. إلا بغينا في غنمشيو عند إكس زيرو، إكس زيرو كتساوي إكس ماكس كوس. إذا حنا بغينا هاد الكوس هي إكس زيرو على إكس ماكس، إكس ماكس عرفناها 4 و إكس في الوحدة البدئية هي 4، إذا 4 على 4 كتساوي 1، إذا في كتساوي زيرو. مازال استنتج قيمة الصرافة، تا زيرو كتساوي دو بي جذر إم سكر كتساوي و نرفعو كلشي كارو و نجبدو كارو. هذا برهان باش تولي تعلمو تبرهن، قالك بين أن السي هي ك على جوج إكس ماكس كاري ناقص إكس كاري. الآن نطلقو من السي، حنا شكون نعرفو على السي؟ هي واحد على جوج إم في كاري تساوي واحد على جوج إم دي إكس دي تي كاري. نرشقو هاديك إكس تولي ناقص إكس ماكس دو بي على تزيرو في السينوس، نرفعو كلشي كاري تولي إكس ماكس كاري دو بي على تزيرو كاري سينوس كاري دو بي. كما كنعرفو هذا هو ك على اكس ماكس، هادشي واحد اكس ماكس مع اكس ماكس قالي واحد على جوج ك اكس ماكس كاري سينس. نصيحة لي غنصحكم عاودو هادشي، غنخصو تعاود وشي باش تفهم. دونك حنا كنعرفو ان كوس و كاري زائد سين و كاري كيساوي واحد، الا بغينا سينس كاري كيساوي واحد ناقص كوس و كاري، ارقام مثلثية. اذا هادي غادي نعوضها هنا، تبقى واحد ناقص كوس كاري ديال دو بي على تزيرو تي زائد في، غندخلو هاد اكس ماكس تولي اكس ماكس كاري اكس ماكس. هاد المقدار اش كيمثل ليه؟ هذا كيمثل ليه اكس دو تي او كاري. يعني حنا وصلنا لهاد التعبير ديال الطاقة الحركية. إذا لو بغينا الطاقة الميكانيكية هي الطاقة الحركية زائد طاقة الوضع المرنة، هادي كنعرفو التعبير ديالها. إذا نشرنا غتمشي ليا واحد على جوج كا اكس كاري دو تي، غتبقى واحد على جوج اكس ماكس كاري. اذا هنا هي التعبير ديال الطاقه الميكانيكيه. سؤال احسب قيمه السرعه عند مرور الجسم من موضع التوازن لاول مره. باش كتسمعوا لي اول مره كتكون هذيك اللحظه بالضبط هي التزارع على 4، التزارع على 4. دونك في هذه الحاله حنا كما كنعرفوا ان في موضع التوازن اكس كتساوي 0، اذا كانت اكس كتساوي 0 يعني ب بي او كتساوي 0، الا كانت او بي او كتساوي 0 يعني ان او ان كتساوي او سي. او ام شنو هي؟ واحد على جوج كا اكس ماكس كار، او سي هي واحد على جوج ام في كار. اذا في كار كتساوي كا على ام فوا اكس ماكس كار، اذا في كتساوي الجذر ديال كا على ام، كا على ام اكس ماكس. اذا حنا كنعرفوا ان جذر كا على ام هو دو بي على التزر فوا اكس. غندوزو للتمرين رقم 3. دونك هنا قالك بين أن المنحنى جوج يوافق الطاقة الحركية. دونك حنا كيما كنعرفو في اللحظة البدئية، في اللحظة البدئية السرعة كتكون منعدمة. إذا كانت السرعة منعدمة يعني دو سي كتساوي زيرو، واللي بدا من زيرو هو المنحنى رقم جوج. دونك عين مبيانين القيمة، خاصكم تعرفو بلي هاد القيمة هادي هادي القيمة بالصورة ومنظورة هي أو إم، هي او بي او ماكس وهي او سي ماكس. هذه هي او ام، هي الطاقة الميكانيكية، هي طاقة الوضع المرنة القصوية، وهي الطاقة الحركية القصوية. إذا هي أعلى قيمة هي 1.6. استنتج الصلابة، عندنا واحد المشكل، أنا ما عنديش هنا عندي الطاقة بدل الزمن. إلا بغينا الدور في الطاقة بدل الزمن كناخذ جوج الأدوار ديال الطاقة ديال الطاقة. دونك الدور الدور دائما باش كيكون عندكم طاقة ديال الزمن كناخذو جوج الأدوار، الدور الأول الدور الثاني. إلا حسبنا غنلقاو واحد سرعة ونفس العلاقة ما في البال. أوجد قيمة السرعة عندما تكون، قلت لكم في التمرين الأسبوع قلت لكم فاش تلقاو هادي كتساوي هادي فكر في أو إم. إذا أو إم هي أو بي أو زائد أو سي هي جوج أو سي، بغينا أو سي هي أو إم على جوج. حنا بغينا السرعة نعوضو أو سي واحد على جوج أن في كاري كتساوي أو إم هي أو بي أو ماكس على جوج تختزل علاقات رياضية.
مشوا لهذا التمرين، التمرين قال لك اعتمادا على المنحنى اوجد الصلابه. دونك انا كتبها لي او بي او بدلاله اكس، حنا كنعرفوا ان او بي او كتساوي واحد على جوج كا اكس كار، اذا كا كتساوي جوج او بي او على اكس كار. طيب دونك ناخذ واحد مثلا، ناخذ جوج ناخذ او بي او جوج مع اكس 4. بغيت طاقة الوضع، الطاقة الوضعية يعني أقصى قيمة وصل لها المنحنى هي هذه 8، وإكس ماكس هي هذه النقطة، هذه النقطة هي إكس كاري. أنا بغيت غير إكس ماكس، إذا بغيت إكس ماكس ندخل لها رجل. دونك استنتج المعلم الجواب قيمة أن الطاقة الميكانيكية، بما أن الاحتكاكات مهملة، إذا أو بي أو ماكس هي أو أن. باش كتكون أو بي أو ماكس راه أو سي كتكون من عادنا. دابا انا برحمة على هذه، حنا كنعرفو ان او ام تساوي او سي في حالة انا نحدد لك موضع التوازن. موضع التوازن يعني ان او بي او كتساوي زيرو، يعني غتبقى ان او ام كتساوي او سي. نعوض هي واحد على جوج كا اكس ماكس كاري، واحد على جوج ام في كاري، اذا في كاري كتساوي كا على ام اكس ماكس، هذه هي شجرة كا على ام تدب على تزرعو، اذا تزرعو تدب على في فوا اكس. نتمنى انكم فهمتو. دابا ندوزو ثمانية نصف.